في الحقيقة ليس جديدا على إيران هذا السلوك. نعلم جيدا أن إيران على رأس قائمة الدول المنفذة لحكم الإعدام في المنطقة. هذه الإعدامات التي تتبعها منذ فترة هي رسالة للسياسيين المعارضين للنظام القائم، مفادها أنهم يخاطرون بحياتهم عندما يعارضون النظام، وأن النظام لن يتوقف عند أي شيء لقمع المعارضة. فهذا ليس جديد على النظام الإيراني في قمع المعارضين أو من يعني يوالون ليه الذين خرجوا في الاحتجاجات الماضية. طيب سيد محمود، إذن هذا يقودنا لسؤال، إذن ماذا حققت الاحتجاجات في إيران على صعيد الحريات وكم الأفواه وغيرها؟ حتى اللحظة الاحتجاجات لن تحرك ساكنا في النظام، أو لن تردع النظام عن سلوكه، باستثناء أنها يعني أظهرت مساوئ النظام عن ذي قبل. وبالتالي النظام يحاول بكل الطرق الممكنة أن يخفت من صوت هذه الاحتجاجات بكل طرق العنف التي يتبعها منذ أن انطلقت الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات. فالأيام القادمة يعني لن تحرك ساكنا في سلوك النظام، باستثناء أنه يزيد من قمعه للمعارضين والسياسيين والمحتجين على سياساته. طيب هذه الأحكام القضائية وهذه السياسة لدى السلطات الإيرانية باعتقادك هل تؤثر على سير هذه الاحتجاجات الشعبية التي تنطلق في إيران بين حين والآخر؟ هو النتيجة الطبيعية أنها يعني تزيد من هذه الاحتجاجات نتيجة الأفعال الذي يتبعها النظام الإيراني. لكن نعلم جيدا أن النظام يعني لديه أداة أمنية يعني قمعية لأبعد حد، وبالتالي الاحتجاجات متى زادت متى اشتدت أدوات القمع على هذه الاحتجاجات، وبالتالي أعتقد يعني هذه النتيجة الطبيعية في الزيادة ربما لن تتحقق، وبالتالي هناك لربما يظهر حالة من الفتور خلال الفترة القادمة نتيجة هذه السلوكيات. شكرا جزيل الشكر من القاهرة محمود أبو حوش، باحث في العلاقات الدولية.